جائزة الهلال الذهبي هي جائزة سنوية تعنى بالمنجز الدرامي والبرامجي الذي يظهر في السباق الرمضاني على شاشة الفضائيات العراقية. تأسست جائزة الهلال الذهبي بفكرة من الصحفي المختص بالشأن الفني حيدر النعيمي، وذلك في عام 2019. يوم أمس كانت الدورة السادسة لجائزة الهلال الذهبي، واكتسحت قناة الشرقية جوائز هذا العام عن جدارة وعن استحقاق. نالت الأعمال اللي قدمتها القناة خلال شهر رمضان جوائز لجنة التحكيم، ونال أبطال مسلسل روح جوائز قيمة، وحصد أبطال مسلسل عائلة إكس جوائز عديدة في هذا المهرجان السنوي الذي تشرف عليه نقابة الفنانين العراقيين. ميناس السهيل كان حاضرا في هذا الحفل السنوي، وتفاصيل معه أكثر بالتأكيد. إنه مهرجان الهلال الذهبي من بغداد، مهرجان لتكريم أهم الأعمال الدرامية العراقية. بشعار واسم الهلال الذهبي جلس الجميع هنا في بغداد ليراقب ما ستسفر عنه جوائز الهلال لهذا العام لأهم الأعمال الدرامية العراقية. تعتبر جائزة الهلال الذهبي واللي اعتمدتها النقابة مؤخراً كجائزة رسمية، أرفع جائزة تمنح للأعمال الدرامية. وحقيقة حاولنا هذه السنة أن تكون هناك جوائز مالية كبيرة، لكن يعني تعثر الموضوع نوعاً ما. السنة القادمة ستكون جوائز مالية فخمة. خبر حصري؟ أكيد خبر حصري للشرقية. مهرجان المعتمد من قبل نقابة الفنانين لتقل ووزن هذا المهرجان ولقيمة الفنية اللي يقدمها واللجان اللي يختارها. الحقيقة يعني اللجان تشكر بانتقائها للمتميزين المتفوقين الموسم الدرامي. من أشد المعجبين بالوجوه الجديدة من شابات وشباب، وتابعت أعمال جيدة صراحة أذهلني عن الروح، وبرافو، انتقالة كبيرة كانت. الفنان حسن حسني الفنان نعم الكبير موجود اليوم. عودة موفقة جدا، وطبعا أوجه له تحياتي، وكان من أجمل الأعمال اللي شفتها. الشرقية التي أمتعت جمهورها بأعمال درامية اكتسحت جوائز الهلال الذهبي بجدارة واستحقاق وبشهادة الجميع. الفنان الكبير حسن حسني نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل مخرج لمسلسل روح الذي عرض على قناة الشرقية. وجودك في بغداد وأيضا وجود عمل أنت قمت به في هكذا مهرجان، ماذا يعني لك وفي بغداد؟ طبعاً يعنيني الشيء الكثير، وهذا يعود الفضل بعد رب العالمين إلى قناة الشرقية قناتي والشركة المنفذة أيضاً فريم فيجن. وهي أول دورة أو أول مهرجان أو أول كرنفال أكون حاضر به، وأنا سعيد بنتائج العمل. استقبلوا الفنانين والنقاد والجمهور بشكل لطيف، تناولنا موضوع ما متناول سابقا لا من المنطقة العربية ولا العراقية، فشيء يحسب لي القناة أيضا بالدرجة الأولى. مسلسل روح من إنتاج الشرقية نال جائزة أفضل تايتل من بين أعمال كثيرة. سعيد جدا، رموز العراق بكافة المجالات
متواجدين هنا، أيضا القنوات الفضائية العراقية والعربية متواجدة لتغطية هذا الحدث، شيء رائع، إن شاء الله القادم أجمل وأفضل. ماذا يعني لي شيماء عمل زبير وجود اسمك ووجود عملك وأعمالك في هكذا مهرجانات؟ أولا أنا سعيدة بالثبات على إبداع هذه النوع من الأعمال، إنه هي ما استهلكت وما انحرفت عن مسارها، وأيضا سعيدة جدا إنه أنا استمريت أقدر أجدد وأقدم أشياء جديدة. أشكر الشرقية، لأنه الشرقية هي راعية ومؤسسة لتلفزيون الواقع بالإعلام العراقي عموما، لولا الشرقية ما كان أي مؤسسة تقدر تنهض بهذا النوع من البرامج الإنسانية. مؤلف ومخرج مسلسل العائلة إكس علي فاضل نال جائزتين عن تأليف وإخراج المسلسل الذي عرض على قناة الشرقية. أو أكيد أنت علي فاضل لك بصمتك في برنامج ولاية بطيخ اللي الآن على الشرقية وعلى منصة الألف واحد، وأيضا في الأعمال الدرامية اللي تقدمها في كل رمضان. أنا وأنا مشتاق لك، خل أبوسك. حبيبي أستاذ. هاي أولا. ثانيا دائما البدايات تدليك انت وين راح توصل. انا بداياتي بالشرقيه، فبيوم اللي رجعت اشتغل بالشرقيه اهل المدينه طبعا كان الاتفاق مع الاداره انه ما يكون شيء اقل من عائله اكس ولايه بطيخ. وللشرقيه السياده الكامله والحضور الابرز في حصد جوائز هذا العام. أبطال مسلسل العائلة إكس حصدوا حصة الأسد من الجوائز، فنالت الفنانة جمانة جائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثلة، والفنان هيثم عبد الرزاق فاز بجائزة أفضل ممثل. أما جائزة الفنان الواعد فكانت من نصيب الفنان يوسف عمر، أما يحيى فلاح فنال جائزة أفضل ممثل دور ثاني. سأل ورد شلونك؟ حضور متميز، أدوار صعبة تأخذيها، الأدوار هي تختارش، لو أنت تختاريها؟ علي فاضل يختارني وأنا مختارته، فهو يجيب لنا الأشياء الصعبة ويوظفنا للأشياء الصحيحة، وأنا بالنسبة لي أحب التحديات وأحب الكاركتر الصعب القريب للناس وقريب إلي. صاحبي بيجي هواية وكذا دراما بس يعني أوكي. أنت أظهرتي قدرة عالية على التمثيل وأداء هاي الأدوار المعقدة قد تكون. يزيدني شرف أنا بهذا الكلام سهيل، شكرا لك من ذوقك والله. لولا وجودهم فعلا ما أقدر أتعم، لأن دائما وجود الآخرين إلى جنبك مهم جدا. وجود جمان الرائع، أداء الرائع، ورفل ويحيى والآخرين كلهم، والكل اليوم احتفى بيك، احتفى بيك على المسرح لما أخذت الجائزة واحتفلوا بيك هنا، وإحنا محتفلين بيك وفرحانين يعني لفرحك. أنا أيضا محتفل بيهم والله. مبدئيا أنا كلش فرحان، ما متوقع أنه حاخذ جائزة. شكرا لوالدتي اللي احتفظتنا بعد استشهاد والدي واللي حافظت علينا كلش، يعني الحمد لله. أشكر قناة الشرقية لأنني مسلسلين طلعت على قناة الشرقية، الخوات العام وهي السنوية علي فاضل بالعائلة إكس، شكرا لهم. فرحة كلش كبيرة. هذا شيء يسعدني جدا ويفرحني، لأنه أنت تعرف التحضيرات والاجتهاد والحفظ، وتترك كل شيء يعني وتتهيئ لشغلك وتهتم بجانب معين، بعدين تتوج بجائزة، يعني شيء مفرح، يعني أنت تعبك ما راح سدى، يعني الحمد لله وشكرا على كل حال. مبروك لك. ممنون شكرا مبروك. شكرا حبيبي. الفنانة زهراء نالت جائزة الهلال الذهبي كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل روح. السلام عليكم. أنا روح. شكرا لأستاذ حاسن حسني، أشكر لهدى كل كاتب، وشكرا لماما سابع مثل وياي، وأشكر كمان روح قوية. شكرا زهراء، مبروك عليك. شكرا. انت الان بطله واخذتي جائزه؟ ايه فرحانه. احكي لنا، يلا احكي لنا شلون فرحانه؟ فرحانه حتى هسه، وفرحانه هاي الفن مسلسل مرلوع،
وانا خدت دور للروح. وشكرا يا استاذ خفي تعبوا يعيك، وشكرا كل كادر تعبوا يعيك. شكرا لك حبيبي، مبروك. وهنا سكت الجميع وترقب عن إعلان العمل الأفضل في مهرجان الهلال الذهبي، فكان للشرقية الصوت الأقوى والبصمة الأهم والتأثير الواضح حين أعلن عن فوز مسلسل العائلة إكس كأفضل عمل درامي في العراق. فرحة هستيرية لمسلسل العائلة إكس الذي أنتجته الشرقية، ونجاح كبير بهذا الفوز الكبير. وهنا الاحتفال الرائع لقائد هذا العمل الكبير علي فاضل. علي فاضل مبروك، افتتاح مبروك، افتتاح عند الله. هاي فرحة جميلة، وهذه نعم مبروك كبير. وما زال علي فاضل الآن يتلقى التهاني بهذه المناسبة الكبيرة. الحمد لله والشكر. هاي الشرقية أداء هذا اللي صار، 1001 هم أصحاب، هم سبب نجاح هذا العمل. أنا أشكركم من كل قلبي. مبروك، شكرا. وفرحتك وسط هالفرقة هاي الرائعة الجميلة المتجانسة، قيادتك رائعة جدا. هو كبير كبير كبير. يعني نفرح اليوم بهذا الانجاز للشرقيه ولكم كادر مسلسل كامل. فعلا هذا العمل يعني وفر فرصه كبيره بوجود كل هذه الفنانين معانا يعني. وشكرا للشرقيه ايضا تقديمها لهذا العرض في وقت ذهبي، بحيث الناس كنا نطلع بنفس اليوم للشارع والناس يستقبلونا بشكل مبروك عارف. مره اخرى مبروك 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 مبروك. الكل كبار، الكل كانوا متميزين، الكل تعب، العمل كان ما اقول انا عنه رائع، ما اقدر رائع جدا، رائع جدا زين، بس الحمد لله والشكر. شكرا شكرا على هاي الجوائز. شكرا. الحمد لله، مبارك للشرقيه، والشرقيه متعوده على الهلال الذهبي، يعني الهلال الذهبي والشرقيه يعني دائما هم بمحبه، تم نقل كثير من وقائع دورات الهلال الذهبي. مبارك للشرقيه، واتمنى كصحفي فني مختص وهذا صوتي للشرقيه، يا ريت يشوف اعمار 30 حلقه وليس 15 حلقه، يا ريت. حيدر النعيمي الصحفي المهم، شكرا لك. شكرا شكرا حبيبي. لبرنامج ظهيره الجمعه من ناس سهيل بغداد.